زدنا 25 مليون. يا ترى انتاجنا الزراعي زاد حتى لل ما يساوي زياده السكان ال 25 مليون؟ وتوقف قدام التجربه اللي انت قلتها فيما يخص القمح اللي مخلوط بالذره. لما حد يتكلم في الموضوع ده يقول لك ايه ذره ايه؟ يعني احنا ما بنقولش ما يغيرش كتير في المواصفات طعم وشكل، بنقول حاجه معقوله كده، بنقول حاجه معقوله في اذا كنت انا فاهم، اذا كنت انا فاهم طبعا. يعني ما بيغيرش لا في طعمه ولا في شكله. دايما. ولكن في النهايه انت بتتكلم في 20%، 20% مش كده؟ فلو كان النهارده احنا بنستخدم يعني بنستخدم حوالي 17 مليون طن، مش كده ولا ها؟ 18 مليون. دكتور مصطفى يعني بينكد عليا اكتر يعني. ماشي. يعني على كل حال كلهم طبعا ما بيتعملوش عيش يعني، لكن بيخشوا في انتاجات اخرى، مكرونه وكلام من هذا القبيل. ولكن هنقول على الاقل لو قلنا مثلا 10 12 مليون طن للخبز، فانت لما تيجي تقول ال 20% منهم يعني 2 مليون طن. 2 مليون طن انت بتضطر، لان احنا لغايه دلوقتي ومهما عملنا لن نستطيع ان احنا انتاجنا من القمح يغطي احتياجاتنا، فبنضطر نجيبه من بره. لكن الذره ممكن، لان هو حتى ليه توقيت مختلف شويه. صيف يا فندم، اذا كنت انا فاهم، مش كده يا محمد؟ مختلف عن القمح، فممكن قوي يغطي لك جزء منه، جزء من البديل للقمح يعني، او مع خلطه القمح ل 2 مليون طن. حد يقول لي طب انت هتعمل كده؟ انا بقول لكم عشان انا راجل صريح، لو انا اعمله 2 مليون طن قمح ثمنهم كام؟ 600 مليون دولار، مش كده؟ ايوه 600 مليون دولار. طب او اكتر حسب سعر طن القمح. ممكن كان السنه اللي فاتت لما في الازمه وصل لاكتر من كده، اكتر من 400 500 مليون دولار للطن للمليون طن. اذا لو النهارده اقدر اعملهم هنا اعملهم ولا ما اعملهمش؟ اكيد نعملهم يا فندم، نعملهم، لان تكلفته هتقل علينا وهيبقى يوفر عليا مثلا 400 500 مليون دولار 600 مليون دولار في استيراد اللي هم ال 20% اللي انا بتكلم عليهم.